المرأة العراقية هي أيقونة الحب والأمل، الشرقية تكرمها بقلادة المرأة المثالية، عرفاناً بدورها السامي والإنساني، حيث تضاعفت جهودها في الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العراق، وكان لها لابد من الاعتراف بهذا الدور وتثمينه على أوسع مدى. البرنامج من تقديم تاميلة سنان. الشرقية في رمضان تمنح قلادة المرأة المثالية إلى كل امرأة عراقية قامت بعمل طوعي واستثنائي في خدمة الآخرين وعانت من أجل توفير السلام والمسرة في محيطها الاجتماعي، واستحقت أن تحمل هذه القلادة اعترافاً معنوياً ومادياً بأنها مميزة وخلاقة ومضحية. انتظرونا.